لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك فيه إزاي تحل مشكلة المايك مع ويندوز 10. طبعا يا إما المايك مش شغال خالص على ويندوز 10، إما إن هو ما بيشتغلش على بعض من التطبيقات. طب هنحل المشكلة دي مع بعض إزاي؟ كل اللي أنا هعمله هروح على قائمة اللي هي ستارت، وادخل على الاعدادات، تمام كده اهوت، وبعد كده انزل عند حاجة اسمها الخصوصية، وبعد كده اروح من عند الخصوصية على اللي هو المايك اللي هو الميكروفون، تمام كده، واجي عند حاجة اسمها السماح للتطبيقات بالوصول للميكروفون، واتأكد ان المايك بتاعي شغال. لو لقيته مغلق هعمله تشغيل، يعني اجيبه على الجنب الشمال، تمام، وانزل بقى اشوف التطبيقات اللي هي بتشتغل او بيشتغل عليها المايك، متفعل عليها المايك ولا مش متفعل. يعني على سبيل المثال الواتساب مثلا محتاج المايك، وانا هنا معمول له عمليه ايقاف تشغيل، فانا هفعله بحيث ان انا اقدر اتكلم عن طريق الواتساب. اي تطبيق حضرتك عايز تفعل عليه اللي هو الميكروفون بتفعله، مفيش مشكله عشان تحل هذه المشكله. فانت بتشوف اي تطبيق عندك محتاج ان انت تستخدم فيه المايك وهو مش متفعل هتفعله، بعد ما تفعله تطلع. دي الخطوة الأولانية. في خطوة تانية بإذن الله هنعملها وإن شاء الله تحل لحضرتك المشكلة. هاجي عند اللي هي لوحة اللي هي التحكم، وأروح عند حاجة اسمها الأجهزة والصوت، وبعد كده أروح عند حاجة اسمها الصوت، تمام كده هوت، هيفتح معايا بالصورة ديت. هدخل على حاجة اسمها التسجيل، وأجي أختار اللي هو الميكروفون الخيار الأولاني ده حضرتك، وأنزل تحت هنا تخليه تعيين كافتراضي. طبعا أنا عشان عندي أكتر من مايك، هو أنت هتاخد أول خيار وتعمله عند حضرتك عند تعيين كافتراضي. طيب وبعد كده هتروح داخل على حاجة اسمها الخصائص، تمام كده، وبعد كده تيجي عند حاجة اسمها المستويات، وتتأكد إن مستوى الصوت عندك رفع والحديد 100، تمام كده هوت، وإن ديت معمولة عند زائد 10، تمام، يعني ترفع الحديث ما يكون زائد 10. بعد كده تضغط على موافق، وبعد كده تضغط على موافق. كده باذن الله المشكله بتاعت الصوت اللي موجود في ويندوز 10 بتاع المايك هتتحل معاك. لو المشكله ما اتحلتش واستمرت معاك، يا ريت حضرتك تبعت لي في التعليقات، وانا باذن الله هوفر ليك طرق تانية تحلها لك، بس انا متاكد ان هذه الطريقه هتحل معاك المشكله. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، متنساش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة، لأن ده بيدعمنا كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.